الحقوقية موضوع قانوني له أبعاده طبعاً حقوقية وسياسة واجتماعية. طبعا كما قلت بالنسبه لهذه الندوه غنحاولوا نجاوبوا على مجموعه الاشكاليات، لان العفو اذا كان كيتعلق اولا كواحد المنحه التي كانت لها خصومه مع القانون، خصومه جنائيه، في نفس الان هناك ضحايا تضرروا، هناك مجتمع كذلك تضرر من الفعل الجرمي وحدث له اضطرابا اجتماعيا الى غير ذلك. وبالتالي المقاربه يجب ان تكون عادله، يعني منح فرصه ثانيه للمعفى عنه الاندماج والانخراط وتأهيله لأنه يولي منتج داخل المجتمع ويتراجع على ما ارتكبه من أفعال، ولكن في نفس الآن هناك ضحايا لنفرض أن هذا العفو لا يمس بحقوقهم. وطبعا القضايا كما قلتي اللي من داخل الجمعية المغربية حقوق الضحايا نبنى فيها، طبعا سنستمر في يعني تمكين هؤلاء الضحايا من حقوقهم اللي محكوم بها طبقا لأحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، لأن العفو يتعلق بالعقوبة ولا يتعلق بمصالح الأطراف الأخرى بما فيها الضحايا اللي الأحكام القضائية دمت منهم حقوقهم طبعا، وغادي تستمر الضحايا في المطالبة بحقوقهم وتنفيذها طبقا للقانون.